هذه الجائزة تمثل الشيء الكثير، هي اعتراف وطني وسبقه اعتراف دولي، بحيث حصلنا على شهادة الكفاءة في مجال التطوع الدولي من الهيئة الأوروبية لبروكسل، والآن نحصل على اعتراف وطني، وهذا بالطبع محفز كبير وكبير لنا، وسيساعد الجمعية أيضا على خلق شراكات أكبر دولية، وهذا هو مطمحنا، لأن شركاؤنا من أوروبا يساهمون في غرس الأشجار ونشرها بشكل كبير جدا، ولكن أيضا نحن نطمح في رسالتنا الجمعوية إلى خلق ما نسميه زراعة إيكولوجية تجلب لنا السياحة الإيكولوجية، وهذا بالطبع سيكون تنمية مستدامة لعالمنا القروي والواحات بالذات التي عرفت هجرة كبيرة جدا خاصة في الثمانينات وفي التسعينات إلى بداية 2000، وبفضل تدخل الجمعية وجمعيات أخرى محلية أوقفنا الهجرة من القرية إلى المدينة، والآن أصبحنا ننتظر هجرة معاكسة من المدينة إلى القرية. اليوم تتوج الحركة الاستهلاكية بالجائزة الثانية للمجتمع المدني بعد تقديم مشروع شباك المستهلك. شباك المستهلك هذا الفضاء مفتوح منذ سنة 2007 لتلقي شكاوي المستهلك، وكذلك لإعطاء أو تقديم معلومات للمستهلك المتضرر. فبالطبع منذ هذه السنة والمستهلكون أو المستهلكات يتوافدون على هذه الشباك لفض النزاعات عن طريق الوساطة، فهذا من مبادئ هذه الجمعية المغربية اللي اليوم توجت بهذه الجائزة. هذه الجائزة الوطنية ما هي إلا تتويج ديال واحد العمل ديال جنود الخفاء ديال الفاعلين الجمعويين اللي كيعملوا في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، من أجل أولا المرافعة في القضايا الكبرى، ثانيا فيما يخص تقوية قدرات المجتمع المدني، وأخيرا العمل في الميادين الاجتماعية وبالخصوص الصحة. المؤلف اللي قدمناه كيهم مرض السل، مكافحة مرض السل بمقاربة جماعاتية، ابروش كومينوتير اللي مختلفة ولا مكملة للمقاربة الصحية، واللي إن شاء الله غادي نعملوا في أفق 2020 باش يكون تخفيف كبير فيما يخص هذا المرض الاجتماعي اللي كتعيشوا بلاد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.